سادة وسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السوداء معكم فيه منتصر الأمين دفع الله، وفيه تتابعون: رئيس مجلس السيادة يخاطب فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة. عقار يجدد التزام الحكومة بدعم برامج مبادرات تعزيز السلم المجتمعي بين المجتمعات. جابر يؤكد دعم الإمارات للميليشيا الإرهابية بالمال والسلاح وجلب المرتزقة عبر تشاهد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في فعاليات المنتدى الحضري العالمي بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي حظي بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات. ورحب الفريق أول ركن عبد البرهان باستضافة جمهورية مصر العربية للمنتدى في نسخته 12، مشيدا بمستوى الترتيب والتنظيم لأعمال المؤتمر. وأشار البرهان في كلمته أمام المشاركين في فعاليات المنتدى الحضري العالمي للإنجازات المتتالية التي حققتها مصر ونجاحها في إرساء نهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات هامة على المستويين الإقليمي والدولي. انتهز هذه السانحة يعبر عن تقديرنا لجهود ومبادرات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتعزيز جهودنا الوطنية، سيما المتعلقة بمتابعة استراتيجيات التحضر المستدام ودعمها إنشاء برامج متسقة لمعالجات توجهات التحضر من خلال تعزيز وتقوية استراتيجيات التخطيط الإقليمي الحضري لإنفاذ أهداف التنمية المستدامة. والشكر أيضا على جهودها المستمرة في دعم شعب السودان من خلال جائحة كورونا والكوارث التي حدثت مؤخرا من السيول والفيضانات هذا العام، وكلنا ثقة في مواصلتها لذات المبادرات والمشاريع في وقت قريب. وأشار البرهان إلى حجم التحديات التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة تمرد الميليشيا الإرهابية، مستعرضا التحديات والتعديات والانتهاكات التي قامت بها الميليشيا الإرهابية. تعلمون جميعا أن الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية ومكتسباتها التي ظلت دوما في خدمة أشقاء السودان وجسرا للتعاون والتواصل والبناء ونقل وتبادل المنافع. هذه الاعتداءات تمت من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، تلك الميليشيا التي استعانت بمرتزقة أجانب بغرض الاستيلاء على السلطة وتقويض الفترة الانتقالية، حيث دمرت الممتلكات العامة والخاصة وأقدمت على ممارسات قتل واغتصاب وسرقة ونهب، تلك الممارسات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. إلا أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، وهزيمة هذا المخطط متطلعين لدور فاعل من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب المصلحة والمختصين في عملية إعادة تهيئة القطاع الحضري الذي تأثر جراء الاستهداف الممنهج من قبل هذه الميليشيا لمختلف قطاعات الدولة. ونتمنى أن يكون ذلك قريبا في مرحلة ما بعد الحرب، والتي ستكون كما ذكرت قريبا بمشيئة الله. هذا ودعا رئيس مجلس السيادة إلى ضرورة أن يتم انتهاز فرصة الملتقى لتعزيز سبل التعاون بين الدول خدمة للمصالح المشتركة.
لأن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، وتوصيات أيضا تسهم في مخاطبة الاختلالات التي يعاني منها النظام الدولي والتي أخرت كثيرا عملية التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة. ولعلنا نعتبرها فرصة وسانحة لتعزيز التعاون العالمي والتوصل لميثاق حول المستقبل عبر بناء تحالفات قوية للأجندة الحضرية الجديدة ومعالجة التحديات العالمية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغيرات المناخ والتصحر. جدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير التزام الحكومة بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز السلم المجتمعي والتصالح بين المجتمعات، وكذلك رتق النسيج الاجتماعي ومناهضة خطاب الكراهية. جاء ذلك لدى لقائه بمكتب وفد مبادرة المنظمات الوطنية الاستجابة للكوارث والطوارئ الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم وفد المبادرة إيثار بشير جبريل إن اللقاء تطرق إلى القضايا المتعلقة بالدعم الإنساني والخدمات الصحية وقضايا التعليم، إضافة إلى قضايا التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. اللقاء بعض القضايا المتعلقة بالدعم الإنساني والخدمات الصحية وقضايا التعليم، وتطرقنا أيضا لبرامج التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. ومن جانبه أكد السيد النائب على دعم جميع البرامج التي تصب في إطار قضايا السلام المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتصالح بين المجتمعات. أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عقار إير بدور التنسيقيات الشعبية في تحييد أبنائها ومنعهم من دعم الميليشيا المتمردة، إلى جانب استنفار منسوبيها للوقوف مع القوات المسلحة. جاء ذلك لدى لقاء وفد تنسيقية أبناء الهبانية. من ناحيته أوضح رئيس تنسيقية أبناء الهبانية عبد الله بخيت إن التمرد ليس له قبيلة، وإن الهبانية لن تكون حاضنة للميليشيا الإرهابية المتمردة. أشاد بدور التنسيقيات التي قامت به الدور الكبير في تحييد أبنائها من صفوف الميليشيا واستنفار عدد كبير جدا أيضا من أبنائها للوقوف مع قوات الشعب المسلحة جنبا إلى جنب. وأيضا ذكر أنه التمرد ليس له قبيلة، وفعلا نحن ليس في قبيلة، أو قبيلة الهبانية هي ليست حاضنة للدعم السريع. وأشار أنه ليس للتمرد قبيلة. وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة فريق ركن بحري مهندس إبراهيم جابر حرب الميليشيا المتمردة بأنها حرب الوجود للشعب السوداني، وإنها تمرد على السيادة الوطنية. وأضاف أن دولة الإمارات تدعم الميليشيا بالمال والسلاح عبر تشاد وجلب المرتزقة من غرب أفريقيا. جاء ذلك لدى مخاطبة خاتمة أعمال ورشة عمل بعنوان التزامات القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني التي نظمتها وزارة الدفاع، بحضور كبير من العسكريين والقانونيين والمهتمين بحقوق الإنسان. سنسأل سؤال: من الذي يساعد على استمرار هذه الحرب وهذه الانتكاسات التي تحصل للشعب السوداني؟ العالم كله يعلم أن هنالك دولة، وهي دولة الأمارات، تمد هذه الميليشيا بالسلاح على مرأى ومسمع من العالم، وعبور الطائرات في أجواء أكثر من دولة وهبوطها في مطارات أم جرس، أيضا فتح الحدود لآلاف المرتزقة من غرب أفريقيا، وكل الانتهاكات التي وقعت في السودان تم توثيقها بأيدي هؤلاء المتمردين أنفسهم. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام فريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
ووقوفه ودعمه للشعب السوداني في محنته وتجاوز الآثار الإنسانية للحرب من خلال البرامج والمشاريع النوعية التي ظل يقدمها. جاء ذلك لدى لقائه وفد مركز الملك سلمان بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر ومفوض العون الإنساني سلوى آدم، وجدد جابر التزام السودان بتسهيل إجراءات شركاء العمل الإنساني في البلاد وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم بالصورة المطلوبة وفقا لمبادئ العمل الإنساني الدولي، مضيفا أن ما يقوم به مركز الملك سلمان يعزز استمرار من علاقات الشعبين الشقيقين ويجسد معاني الأخوة الصادقة. الورشة التي عقدتها وزارة الدفاع حول التزامات القوات المسلحة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان أكدت التزام السودان بتطبيق القانون الدولي فيما يلي حقوق الإنسان، كما أكدت اتباع القوات المسلحة أعلى معايير الانضباط في تنفيذ القانون الدولي. حتى تلقم الأعداء الذين يتربصون بأخلاقياتها حجراً، عقدت القوات المسلحة ورشة بعنوان التزامات القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ظل الوضع الراهن. خاطبها عضو المجلس السيادي الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، وصفا حرب ميليشيا الدقل المتمردة بحرب التطهير العرقي. حدث في السودان يظهر بوضوح أن هنالك جرائم تطهير عرقي، جرائم ضد الإنسانية، تهجير قسري، اغتصابات، والأسوأ والأمر بيع حرائر السودان في القرن 21 كسبايا حرب. ما حدث لابد من أن يتم تعريفه التعريف السليم. وزير الدفاع فريق ركن ياسين إبراهيم أكد أن التزام القوات المسلحة متجذر في روح الجندي السوداني قبل تكوين قوة السودان، والتزام الجندي السوداني بالخلق القويم خاصة تجاه شرائح النساء والأطفال وكبار السن. إن التزام القوات المسلحة السودانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقانون الدول الإنساني متجذرة في روح الجندي السوداني قبل تكوين قوة دفاع السودان والقوات المسلحة، حيث كانت سابقة لذلك في التاريخ، كما نالت مشاركات الجيش السوداني بالحروب العالمية الإشادة والشهادة بمدى التزام الجندي السوداني بمبادئ القيم الإنسانية النبيلة. وزير العدل مولانا دكتور معاوية عثمان محمد خير أكد مصادقة الدولة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتعاون وبناء الشراكات مع الآليات والمؤسسات المعنية بالحماية. والله في تطور مستمر ويسير الخطوات الحديثة من حيث اهتمام الدولة بالمصادقة وانضمام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتعاون وبناء الشراكات مع الآليات والمؤسسات المعنية بالحماية ومراجعة التشريعات الوطنية لمواطنتها مع المواثيق والحقوق الدولية لحقوق الإنسان وتبنيها الدستور لتصبح أكثر شمولا وفاعلية. الورشة أكدت أن القوات المسلحة تعمل على اتباع أعلى معايير الانضباط وتوخي الدقة في تنفيذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وناقشت عددا من الأوراق قدمها خبراء عسكريون وقانونيون ومهتمون بشأن القوانين والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان. تنعقد هذه الورشة في وقت مهم للشعب السوداني وقواته المسلحة للتأكيد على احترافية القوات المسلحة والتزامها بتنفيذ القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. زبير محمد الأمين، تلفزيون السودان، بور سودان. وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة فريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر بزيادة الدعم الإنساني لولاية النيل الأبيض بهدف تغطية احتياجات الوافدين إليها. ولدى لقائه والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله وعد عضو مجلس السيادة الانتقالي بتوفير المعدات اللازمة لإنشاء محطات المياه وتأهيلها، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء الذي تأثر جراء الضغط المتزايد على الولاية. وأوضح والي النيل الأبيض إنه أطلع عضو مجلس السيادة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والوضع الإنساني بالولاية وجهود حكومة الولاية الرامية إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطنين. وأضاف أن اللقاء تطرق إلى تأثيرات تمرد الميليشيا الإرهابية على الموسم الزراعي والتحديات التي واجهت الولاية بشأن توفير مدخلات الإنتاج ووضع الترتيبات اللازمة لإنجاح الموسم الشتوي
بالولاية. اللقاء إلى الزراعة والموسم الصيفي والتحديات التي واجهت الولاية من الجازولين والتمويل والسيولة، واستعدادات الولاية الآن للموسم الشتوي ومطلوبات من التقاوي، من الأسمدة، من التمويل. وتفضل المشكورا بتدوين كل الملاحظات لتوجيه الجهات ذات الصلة لعمل الترتيبات اللازمة لإنجاح الموسم الشتوي. أيضا تحدثنا عن المطار الجديد بالنسبة للولاية، مطار كنان المدني لنقل المسافرين من الولاية إلى خارجها. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي فريق مهندس إبراهيم جابر اهتمام الدولة بتعزيز المنتجين من المزارعين من خلال تقديم أسعار مجزية تشجعهم على التوسع في الزراعة. جاء ذلك لدى لقاء بمكتبه والي القضارف فريق ركن محمد أحمد حسن. وأوضح الوالي إن عضو مجلس السيادة أكد دعمه لمشاريع التنمية بالولاية وسفلتة طريق القضارف الحوات الدندر في العام 2025. كما بشر الفريق الركن محمد أحمد حسن مزارعي الولاية بدخول عدد من البنوك التجارية إلى جانب الحكومة لشراء المحصول. تطرقنا أيضا لموسم الحصاد، ويعني بدأ الحمد لله حصاد السمسم، وتحدثنا عن انخفاض الأزهار، ووعد بأن الدولة حتتدخل لحماية المنتجين من المزارعين وتثبت يعني السعر بحيث أنه يكون سعر مجزي، ما يتعرض المزارع وأي منتج لخسارة أو يعني يفقد شيء من 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 إنتاجه، يعني اللي هو أنتجه، بحيث أنه يتعوض حقيقة ويكون عنده عائد حقيقة يعني يغرب الزراعة، بدل ما يخرج هو من الموسم تماما خالي البفاط. تحدثنا أيضا عن تكملة طريق القضارف الحواتة الدندر، وحاليا جاري يعني تكمل وإعداد طبقة ثانية، ووعد سيادته بأنه يعني تبدأ السفلة بتاعته إن شاء الله في بداية العام 2025. عرض أحداث اليوم متواصل من تلفزيون السودان. أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية تسريع إجراءات تنفيذ التمويل المخصص من موارد صندوق التنمية التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل مدخلات الإنتاج ومعينات العمليات الزراعية للموسم الشتوي المقبل لضمان نجاحه. وأشار الوزير خلال لقائه أدي روي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في السودان بالوزارة إلى أهمية التمويل الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي كطرف ثالث في تعزيز جهود الحكومة لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي المطلوبة لنجاح الموسم الشتوي. وأبان روي أن المبلغ تمت إجازته لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إنتاج القمح بهدف توفير محاصيل الأمن الغذائي المتكامل في السودان. كما ناقش اللقاء احتياجات الموسم من تقاوى وبذور محسنة وأسمدة وكافة مدخلات الإنتاج. التقى اللواء شرطة مع عاش خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف والي ولاية القضارف فريق ركن محمد أحمد حسن أحمد. وأشاد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي ظلت تطلع بها حكومة الولاية في تقديم الدعم اللازم للمواطنين الوافدين للولاية من الولايات المتأثرة بالحرب، مبينا أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة ستعمل على معالجة اكتظاظ سجون الولاية بوضع حلول جذرية. وأوضح والي الولاية المكلف أن اللقاء ناقش عدة قضايا تسهم في معالجة وضع السجون بالولاية بجانب توفير معينات الإيواء للوافدين والعمل على تقنين الإشلاقات بالولاية. يعني شرحنا له الوضع عندنا في ولاية القضارف، وللأسف أعداد كبيرة جدا من النازحين، وإنه طلبنا حقيقة في إنه إذا في أي إمكانية عبر الدفاع المدني يعني يقدم لنا يعني وسائل بتاعة إيواء لهؤلاء النازحين، وبعد السيادة بإنه إن شاء الله يعني يعمل على توفير يعني المعينات المطلوبة عبر الدفاع المدني لإيواء النازحين.
تطرقنا برضو لموضوع الدور الكبير اللي بتطلع له كل قوات الشرطه، سواء كان يعني الشرطه العامه الجنائيه او الشرطه او شرطه السجون او المقافي او كل الشرطه بافرعها، وما تطلع به من دور كبير جدا يعني في حمايه وتامين المواطن. من جهة أخرى، التقى اللواء شرطة مع أشغلي الباشا سايرين وزير الداخلية المكلف وفد تنسيقية البرجد بالداخل والخارج برئاسة وكيل النظارة صلاح الدين عبد الله حسن. وأشاد الوزير بجهود التنسيقية ودعمها للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى في تصديها للميليشيا الإرهابية في حربها التي تستهدف مقدرات الدولة وفق مخطط دولي وإقليمي. من جانبه، أبان الناظر صلاح الدين عن وقفة كافة أبناء البرجد مع القوات المسلحة حتى تحمي الوطن والمواطن، مؤكدا التزامه بالمشاركة في الصفوف الأمامية للدفاع عن البلاد ضد الميليشيا الإرهابية. على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف، التقى وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد عبد الرحمن برئيس منظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري بجنيف، وتناول اللقاء أهم الموضوعات التي تتعلق بالتضامن مع عمال السودان بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل الأوضاع الراهنة. وقد تعهد رئيس منظمة العمل العربية بدعم مقترح إنشاء صندوق خاص لعمال السودان النازحين بسبب الحرب الدائرة في البلاد، كما تعهد بالتزام المكتب الكامل بتحمل جميع نفقات المشاركين في المؤتمرات والورش والدورات التدريبية الخارجية. أكد الدكتور عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزام الوزارة بضبط وترشيد الإنفاق العام وتوفير الاحتياجات الحتمية في ظل تحديات حشد الموارد وشحها، وكذلك تزايد الإنفاق منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام المنصرم وحتى تاريخه، مبينا أن الوزارة التزمت بالصرف وفق الأولويات المحددة وأهمية دعم المجهود الحربي بتوفير كافة احتياجات القوات النظامية ودعم القطاع الصحي وسداد كافة التكاليف المالية اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المواطنين في مراكز الإيواء ودول الجوار. وكشف الوكيل عن التزام الوزارة بسداد كافة تعويضات العاملين بالوحدات الاتحادية بما في ذلك مرتبات الهيئات الإعلامية القومية والولائية ومرتبات هيئة مياه الخرطوم واحتياجاتها، وكذلك تم سداد مرتبات عدد من الهيئات والشركات الحكومية المتعثرة ماليا. انطلق الجسر الجوي من جوبا إلى مدينة كادوغلي لنقل المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة، ويقدر حجم المساعدات بألف طن تنقل عبر 78 رحلة جوية. وجددت حكومة السودان التزامها بالمبادئ الإخلاقية والقانونية التي تحكم العمل الإنساني دون تسييس، وقد تم التأكيد على ذلك خلال الحوار الذي ابتدرته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال للوصول إلى اتفاق حول فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية عبر 3 مسارات. هذا وتتوجه حكومة السودان بالشكر مجددا لفخامة الرئيس الفاكير ميارديت وحكومته وشعب جنوب السودان لتوفير البيئة المناسبة لانطلاقة العمل الإغاثي الإنساني للمواطنين في ولاية جنوب كردفان. أصدرت سفارة السودان بدولة جنوب السودان بيانا حول عمليات الإغاثة الإنسانية إلى ولاية جنوب كردفان بناء على مخرجات الاجتماع رفيع المستوى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت في سبتمبر الماضي بجوبا. وبشأن التعاون بين الدولتين في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في ولاية جنوب كردفان بمدينة كادوغلي ومنطقة جلد، وأقامت السفارة السودانية بجنوب السودان بالتعاون مع الفاعلين في مجال العمل الإنساني الإغاثي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في دولة جنوب السودان والآلية العليا للعمل الإنساني في السودان بتسيير رحلات جوية إلى مدينة كادوغلي لإيصال المساعدات الإنسانية والتي تشمل مواد غذائية وأدوية منقذة للحياة للمواطنين في ولاية جنوب كردفان.
إذ تقدر الكمية الكلية للمساعدات بمقدار 1000 طن بعدد رحلات جوية تصل إلى 78 رحلة جوية. وأكد البيان ما تم التأكيد عليه مسبقا في مايو الماضي من خلال النهج البناء الذي تدرته الحكومة السودانية بفتح حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال للوصول إلى اتفاق يفضي إلى فتح ممرات للعمل الإنساني لإيصال المساعدات الإنسانية عبر 3 مسارات. التقى الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله مدير عام قوات الشرطة بالإنابة ولولاية القضارف المكلف فريق ركن محمد أحمد حسن أحمد، ورحب مدير عام الشرطة بالإنابة بالزيارة مؤكدا على اهتمام الشرطة وحرصها على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالولاية ودعم كافة برامج أنشطة شرطة الولاية. وأشاد والي القضارف بجهود إسهامات شرطة الولاية في بسط الأمن ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين، مبينا أنها تطلع بأدوار متعاظمة في محاربة الجريمة وكافة مظاهر التفلت ومكافحة عمليات التهريب، مبينا أن الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الولاية نتيجة عمليات توافد أعداد كبيرة من المواطنين للولاية من الولايات المتأثرة بالحرب ضاعفت من أعباء الأجهزة الأمنية خصوصا قوات الشرطة. أهلا بكم من جديد. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من المنظمات الوطنية بالسودان اتفاقيات تعنى بتدشين مشروعات المرحلة الثالثة من برامج مركز الملك سلمان المعنية بالأمن الغذائي في السودان بحضور سفير المملكة بالسودان السفير علي بن حسن جعفر ومفوض العون الإنساني القومي سلوى آدم. وقال السفير السعودي إن المشروعات تأتي دعما لأهل السودان كجزء من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان في المجالات الإغاثية والطبية ومجال الإيواء والمياه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الملك محمد بن سلمان لدعم السودان في الظروف الحالية في الجوانب الخاصة بالعون الإنساني والتنمية. من ناحيتها أعربت مفوض العون الإنساني الدكتورة سلوى آدم عن تقديرها لجهود المملكة حكومة وشعبا في دعم السودان خاصة ما يقوم به مركز الملك سلمان، مضيفة أن مفوضية العون الإنساني تضع مسار خاص للتعاون مع مركز الملك سلمان من خلال تسهيل الإجراءات. اتفاقيات شملت المرحلة الثالثة من برنامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية للأمن الغذائي في السودان. هذا البرنامج سيشمل حسب ما فهمنا من خلال الاتفاقيات 10 ولايات سودانية التي يمكن الوصول إليها. يأتي هذا البرنامج دعم لأشقائنا وأخواننا وأهلنا في السودان، وهذا جزء من المساعدات التي يقوم بها مركز الملك سلمان. أن المنظمات الوطنية أو شركاء مركز الملك سلمان اللي هي 3 منظمات الإشراق والإضافة والاغتنام طيلة الفترة بدت معانا العمل للأمانة والتاريخ، ما في يوم بدر منهم أي يعني خلل، وداء نحن صراحة نحترمهم جدا ونقول أنه يعني ربنا يوفقهم من هنا لقدام. نحن كحكومة السودان وكمفوضية جعلنا مسار خاص لمركز الملك سلمان، ده لأهميته وخصوصيته عندنا وموقعه ومواقفه معانا. نحن أي إجراء بالنسبة للدعم الجايين من المركز نحن مننفذه أول بأول، نكمل الإجراء أول بأول. أكد والي البحر الأحمر فريق ركن مصطفى محمد نور سعي حكومته في الشروع في تنفيذ مشروعات استثمارية تحقق عائدات اقتصادية للولاية. جاء ذلك لدى لقائه الوفد الاستثماري المغربي الزائر للولاية. ولاية البحر الأحمر وما تزخر به من مقومات اقتصادية واستثمارية في كافة المجالات وثرواتها المتعددة في باطن الأرض وظاهرها جعل منها قبلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب،
حيث التقى والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور الوفد الاستثماري من المملكة المغربية برئاسة جوار اليوسفي رئيس مجلس إدارة شركة النصير العالمية. وتناول اللقاء فرص الاستثمار بالولاية في مجالات التعدين وصيد الأسماك. كان لقاء ودي ولقاء مثمر، الحمد لله تم التوافق فيه على عدة مشروعات استثمارية ستتم إن شاء الله إنشاءها في هذه الولاية من مشاريع تعدينية ومشاريع استثمارية في مجال الصيد والأسماك. وحقيقة نحن يعني نتقدم بكل الشكر والتقدير يعني لحكومة ولاية البحر الأحمر بمثلة في السيد الوالي على ترحابهم وعلى كل التسهيلات المقدمة من جانبهم. من ناحية أخرى التقى والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور المدير الإقليمي لمنظمة الإغاثة الدولية مستر مارك والوفد المرافق له، حيث قدم تنويرا لوالي البحر الأحمر عن مجالات عمل المنظمة في دعم مراكز الإيواء من خلال قوافل الغذاء والإيواء، إلى جانب إمكانية تسهيل عمل المنظمة بالولاية. The regional director for Africa and Asia. This is my third time to Sudan, the second time since the crisis began. نحن في منظمة الإغاثة الدولية سعداء بهذا اللقاء مع والي البحر الأحمر، والذي طرحنا فيه العديد من البرامج والمشروعات لمنظمة الإغاثة الدولية ومجالات عمل المنظمة، والتي تعمل في مجال الإغاثة للمتأثرين من الحرب والنازحين والوافدين إلى الولاية، وذلك من خلال قوافل الغذاء والإيواء وتقديم المساعدات للنازحين والوافدين جراء هذه الحرب. أيضا ناقشنا مع حكومة الولاية آليات تسهيل عمل المنظمة التي تعمل في مجالات العمل الإنساني، ونحن نشكر الوالي الذي أكد لنا دعمه لبرامج ومشروعات المنظمة. هذا وتواصل حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة الفريق ركن مصطفى محمد نور مشروعاتها وفق سياساتها وخططها في كافة المجالات. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية البحر الأحمر. تسلم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض الدكتور الزين سعد آدم بمخازن الإمداد الدوائي بربك حصة الولاية من الإمداد الدوائي المقدم من وزارة الصحة الاتحادية. وأعرب الوزير عن شكره لدور الكبير الذي ظلت تطلع به وزارة الصحة الاتحادية في دعم القطاع الصحي بالبلاد، مشيدا بالخطوات التي اتخذها والي النيل الأبيض خلال زيارته للمركز وعقد سلسلة من اللقاءات مع الحكومة الاتحادية. وقال إن هذه الأدوية تشكل سند حقيقي لوزارته في توفير الخدمات العلاجية لمواطني الولاية والوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب التي ظلت تستضيفهم الولاية. وأكد الوزير أن توطين العلاج بداخل الولاية يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية خلال هذه المرحلة. يعني ندشن هذه يعني الأدوية والمعدات الطبية. نشكر السيد الوالي ودوره كبير جدا ورعايته لقطاع الصحة، ويمكن ولعله يمكن في لقاءاته في بورسودان الآن مع السيد وزير الصحة كذلك تناقش مع السيد الوزير في تحديات قطاع الصحة وتوفير المعدات والمعينات الطبية. يعني أول شاحنة بعد انفتاح طريق جبل موية يمكن سعة 36 طن، واحتوت على عدد من الأدوية المهمة جدا خاصة أدوية التخدير يمكن لأول مرة تجينا بعد إغلاق الطريق، كذلك أدوية الدعم العالمي للملاريا والإيدز والدرن، كذلك أجهزة ومعدات طبية وأطقم جراحية لعدد المستشفيات التعليمية الموجودة في الولاية. نظل في بحر أبيض. دشن وزير البناء التحتية والتنمية العمرانية بولاية النيل الأبيض المهندس الطيب محمد الحسن ممثل الوالي العربات الضاغطة لمشروع النظافة بمحليتي ربك والدويم،
وأكد الوزير اهتمام حكومة الولاية بالتوسع في المشروعات الخدمية وتغطية احتياجات المواطن من الخدمات الضرورية بمحليات الولاية التسعة، وقال إن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 600 مليون جنيه. وأكد الوزير أن المشروع يأتي استكمالا لمشروعات آليات النظافة الضاغطة التي انتظمت جميع محليات الولاية. من جانبه أكد الصادق محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية ربك أن هذه العربات التي تم تدشينها تشكل دفعة قوية لجهود محليته في إنجاح التغطية الشاملة الخاصة بحملات النظافة وإصلاح البيئة لجميع أحياء مدينة ربك. نحن اليوم في تدشين آليات نظافة ولاية النيل الأبيض، وذلك حسب خطة العام 2024 للولاية، وذلك بمجهودات السيد وزيارة السيد والي ولاية النيل الأبيض لمدينة بورسودان، وفي إطار الجهود المبذولة من ضمنها محطة الدويم وأيضا صيانة الطريق العومي، وبالإضافة إلى المجهودات المبذولة في الإطار الصحي مع السادة وزارة الصحة. كما يعلم الجميع حوجة المدن في الفترة الأخيرة دي لزيادة الأسطول العامل في إصحاح البيئة والنظافة. العربية الواحدة بتحمل حمولتها هي حوالي 18 طن، زيادة كبيرة جدا الحمد لله في الوافدين والإخوة جو كلهم من جراء الحرب في مدينة ربك، ولمثلوا طبعا كمية كبيرة جدا جدا. أصبحت المدينة في حوجة كبيرة جدا لكثير من الأعمال في إصحاح البيئة. الاهتمام بخدمات المواطنين خاصة في الأرياف سياسة انتهجتها حكومة ولاية البحر الأحمر لتقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. الاهتمام بخدمات المواطنين خاصة في الأرياف من أهم أولويات حكومة ولاية البحر الأحمر، حيث التقى والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور وفد شباب الهدندوة، وناقش اللقاء مجمل الخدمات والاحتياجات لإنسان الريف. وتناقشنا معه في عدة مواضيع مثمرة، وكان يعني وعد لنا أن ننفذ، وفي مشاريع نفذوا كما تعلموا مشروع المياه الدروديب ومشروع الكهرباء الكويت، وأيضا مشروع كهرباء صمد وتحلية صمد. إن شاء الله قلنا في الأيام المقبلة بإذن الله، وتناقشنا معه على مستوى المنظمات المجتمع المدني المحلي والأجنبي، وكان يعني في كلامه على توجيه كل المنظمات لمناطق مجتمع الأرياف والمطابعة الحسيسة جدا جدا على كل المستويات، ونحن شاكرين كعمانة جدا جدا لسيد الوالي. من ناحية أخرى، التأم اجتماع بقاعة الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، ضم مدير التأمين الصحي فرع الولاية دكتور علي موسى شاش ومدير مستشفى الشرطة بالولاية العقيد دكتور معتز عبد الله جمال، وناقش الاجتماع كيفية تطوير الشراكة واستمراريتها والاتفاق على تحسين الخدمات المقدمة لمنسوبي الشرطة. الشرطة في إدارة الخدمات الصحية، يمكن ده الاجتماع الأول لأعمال اللجنة المشتركة في المحاور المختلفة فيما يتعلق في محور الخدمات الصحية والتغطية السكانية والتمويل، وكل هذه الاجتماعات المشتركة تأتي في إطار التعافي التدريجي لخدمات التأمين الصحي. اليوم تم التوافق على تقديم الخدمات لكل الشرطيين في مستشفى الشرطة. مستشفى الشرطة المركزي بورسودان ومستشفى ساهرون أو مركز صحي ساهرون التابع لمستشفى الشرطة المركزي بورسودان، ومركز صحي فيليب أيضا التابع لمستشفى الشرطة بورسودان كمرافق للخدمات الصحية، مرافق جديدة سيتم افتتاحها إن شاء الله في أواخر هذا الشهر في نوفمبر. ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أن الصندوق القومي للتأمين الصحي يبذل جهودا مقدرة لاستعادة خدماته في كافة المستشفيات والمرافق الصحية. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية البحر الأحمر. نظمت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي الملتقى الأول حول الإعلام الأمن الوطني بولاية الخرطوم بمشاركة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ودعا الوالي المشاركين في الملتقى إلى وضع خطة إعلامية لمجابهة المهددات الأمنية ومجابهة الآلة الإعلامية للميليشيا الإرهابية،
وناقشت الورش عدد من أوراق العمل في مجال الأمن الوطني ودور الإعلام العسكري في إسناد العمليات القتالية. وشارك في الورشة خبراء ومختصين وإعلاميين وأساتذة جامعات والاتحاد العام للصحفيين السودانيين وعدد من الإعلاميين وقيادات الأجهزة الإعلامية المتواجدين بكرري. وركزت التوصيات على آليات تحقيق الأمن الوطني ومواجهات الخطاب الإعلامي المساند لمعركة الكرامة باعتبارها صمام الأمان الوطني. كما أوصت الورشة بتوحيد استخدام مصطلح الأمن الوطني في كل الوسائل وتعزيز المهنية ومكافحة الشائعات ودعم القضايا الوطنية وإنشاء منصات متخصصة لمكافحة الإرهاب والرد على الحملات الإعلامية المعادية وتشجيع الصحافة الاستقصائية للكشف عن الفساد والممارسات الضارة من أجل المصلحة العامة. سعدت جدا بهذه الورشة وتنظيمها في هذا الوقت بالتحديد، حتى نلتفت قبل حسم هذه المعركة للسوس الذي ينخر في جسد هذه الأمة، وإذا انتصرنا هناك في الميدان تنتظرنا معارك أخرى، معارك كثيرة تدمر الاقتصاد، تستهدف أخلاق السودانيين، تستهدف العملة بالتزييف وبمحاربة العملة ومحاربة الاقتصاد. رأينا تنظيم هذه الورشة كإحدى فعاليات الملتقى الاستراتيجي للتبصير بأهمية استصحاب هذا العنصر الهام ألا وهو الأمن الوطني مع العمل الإعلامي المسؤول والذي يصب معينه في مصلحة وسلامة واستقرار ووحدة البلاد وأمنه. نظل في ولاية الخرطوم، حيث بحث وار الخرطوم أحمد عثمان حمزة مع أصحاب شعبة المصانع بمنطقة السبلوغة غربي أم درمان وسائل استعادة النشاط الصناعي بالمنطقة وضرورة عودة خدمات المياه والكهرباء والتأمين ودخول المواد الخام وخروج الإنتاج وتسهيل الإجراءات الإدارية ومراجعة ازدواجية التحصيل. وأكد والي الخرطوم حرص الحكومة على عودة الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المعطلة باعتبارها منطقة إنتاج، لافتا إلى قرار الولاية بعدم نقل المصانع خارج الولاية. ووعد الوالي بزيادة القوات الأمنية للحد من التفلتات الأمنية ومراجعة الخدمات التي تضمن استمرار الإنتاج. ترأس والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودع الله اجتماع قطاع التعليم الذي ضم المنظمات الوطنية والأمنية ووكالات الأمم المتحدة. واستعرض والي الولاية جهود حكومته في دعم وإسناد العملية التعليمية بالولاية. هذا العمل الروح الوطنية في إطار مبادرة وطنية خالصة باسم كردفان تنادي. هذه المبادرة نتجت عن اهتمامنا كمجموعة عمل بالإفرازات التي أفرزتها الحرب من انتهاكات وسلب أموال وسبيل أشياء كثيرة. هذه المبادرة حقيقة مبنية على أربعة محاور أساسية. المحور الأول اهتمت بالجانب الاجتماعي، سميناه المحور الاجتماعي، والمحور الثاني اللي هو المحور الاقتصادي، والمحور الثالث وهو محور الحكم، كيف يحكم السودان مع بعد الحرب، والمحور الأخير هو محور الإدارة الأهلية ودورة فيما بعد الحرب إن شاء الله. شهد والي كسلة المكلف لواء ركن الصادق محمد الأزرق تدشين مبادرة إسناد المدارس بالولاية التي نظمها تجمع مبادرة الإيواء والتعليم. ووقف الوالي على المجهودات التي تم تنفيذها لنجاح استمرار العملية التعليمية في الولاية. الاهتمام بالمعلم ودعم تعليمه ضرورة ملحة وفق تكامل الأدوار وتفعيلا لمساهمات القطاعات المجتمعية. نجح تجمع مبادرات الإيواء والتعليم في تدشين مشروع إسناد المدارس على يد والي كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق ووزير التربية والتوجيه المكلف ماهر الحسين تحت شعار أطفالنا يستاهل. الوجه الآخر لهذه العملة هو إسناد المعلم، هذا المعلم الذي يستحق منا الاحترام والتبجيل والتكريم والتقدير. تحديا لهذا الواقع
قررنا أن نستأنف التعليم بهذا الوقت علّه كان دافعاً قوياً لسلطات الولاية والإخوة في ولاية كسلة. تكامل الأدوار ما بين وزارة التربية والتعليم والجهات الخاصة ستثمر نتائجه إيجاباً في العديد من الشراكات لمواصلة عملية التعليم التي حرم منها أبناؤنا الكرام بسبب ويلات الحرب. عدا بأن تقدم هذه المعينات التعليمية لمدارسنا المختلفة على مستوى محلية كسلة، ونتمنى أن ينتقل هذا العمل إلى بقية المحليات على مستوى ولاية كسلة. تجمع مبادرات الإيواء والتعليم بكسلة أوجدت شراكة حقيقية، حيث نفذت وجبة المعلم والمعينات المدرسية وحقيبة أبناء الشهداء والأيتام دعما لهم لمجابهة تحديات الظروف. عندنا ببساطة مشروع، المشروع ده فيه وجبة للمعلم، وجبة المعلم هي عبارة عن دعم لوجبة الفطور في 173 مدرسة انطلاقة هنا في محلية كسلة، ومن ثم الانتقال إلى المحليات الأخرى. مشروع تدشين إسناد المدارس الذي قام به تجمع مبادرات الإيواء والتعليم بكسلة بادرة حقيقية ستمتد في كل الولاية لدعم التعليم ونهضة البلاد. محمد فتح الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. زيارة والي نهر النيل للمستشفى العسكري بشندي وتفقده جرحى ومصابي معركة الكرامة جددت من خلالها الولاية وقفتها مع القوات المسلحة، وهي تخوض معركة الكرامة من أجل إنهاء التمرد بالبلاد. وقال الدكتور محمد البدوي عبد الماجد والي نهر النيل لدى تفقده جرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بشندي بمشاركة أعضاء الحكومة واللجنة الأمنية، قال إن ولايته ماضية في دعم الجيش ورعاية الجرحى حتى يتم حسم معركة الكرامة. من جهة أخرى، عقد والي نهر النيل اجتماعا حول جهود الولاية لتوفيق أوضاع الوافدين وتقديم كافة خدمات الإيواء، كما دعا كافة أبناء الولاية والخيرين للمساهمة في تقديم العون للوافدين. مسؤولياتنا حنواجهها بكل الأشياء، بالتخطيط السليم، بإشراك يعني الناس اللي عندهم فهم. دي الاستراتيجية التي نحن ماشيين عليها، والشغل لا أي زول وطني غيور بيكون ورا الشغل لها. يا جماعة، الأسر دي أسر يعني جلها أو 80% منها أو 85% لو ملاحظين في كل الارتكازات أنا شفت الشغل لها 85% نساء وأطفال، وديل يا جماعة في رقبتنا من حيث الإعاشة، من حيث الإيواء، من حيث العلاج، ثلاثة حاجات دي، وبعدين الرابع الأمن حقهم ذاته. نهاية عرض أحداث اليوم، وهذا هو تذكير بأهم الموضوعات. رئيس مجلس السيادة يخاطب فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة. مالك عقار يجدد التزام الحكومة بدعم برامج مبادرات تعزيز السلم المجتمعي بين المجتمعات. جابر يؤكد دعم الإمارات للميليشيا الإرهابية بالمال والسلاح وجلب المرتزقة عبر تشاد. نهاية عرض أحداث اليوم قدمته مع الزملاء من تلفزيون السودان. تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.